السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج فيكتور ورك ومن البرامج المهمة من برامج البيم. هنا دي مساحة العمل، هنا البيزك تولز الأدوات الأساسية اللي تقدر ترسم من خلالها، هنا الحاجات الخاصة بالأدفانسد، حاجات خاصة مثلا بالبيم أو لاند مارك زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. مثلا تقول له أنا عايز أرسم وول فتبدأ ترسم، هو طبعا بيجيب لك الحاجات اللي تساعدك في الاختيار. أو تقدر تقول له مثلا عايز أقول مثلا بالشكل دوت. طيب عايز تبدأ تقول له مثلا عايز أحط باب مثلا، فتبدأ تحط الباب بالشكل دوت. هنا بقى تقول له مثلا عايزها بالشكل دوت، عايز أقول له مثلا أنا عايز أشتغل على الـ OpenGL، عايز أشوف المنظر ده مثلا من الـ Isometric مثلا، يظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تغير بقى الورك سبيس من دورز ورك سبيس، تقول له انا عايز اشغل لاند مارك اي حاجه من الحاجات ديت. خلينا نخرج من الامر دوت اهوت، اقول له مثلا عايز اشغل ديزاينر، فيبدا يغير لي القوائم اللي انا بستخدمها في الشغل بتاعي. ممكن اقول له انا عايز اشغل الورك سبيس بتاعي عايز حاجه لاند مارك، فيبدا يجيب لي الادوات اللي تساعدني في رسم اللاند مارك. بالشكل دوت فتقول مثلا عايز سايد بلانين، وتبدا تختار مثلا الاريا تولز، هتلاقي هنا الادوات بتساعدك ان ترسم مثلا خط، عايز ترسم مثلا ارك زي ما انت عايز. يقول لك بقى اختار المنطقه تبقى عامله ازاي، تقدر تقول له انا عايز بس احط شجره معينه، فبيبدا يقول لك بقى اختار الحاجه اللي تحطها. عايز احط صور، المهم عندك كل الادوات اللي تساعدك في ان انت ترسم المبنى بتاعك وترسم المنطقه اللي حواليه. هنشوف مع بعض في الدروس. احنا النهارده بس نتعرف على شكل البرنامج، واي حاجه بتعمل عليها سيلكت هو بيجيب لك اوبجكت انفورميشن.